السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مراد من فلسطين، أحد هواة ومربي طائر الحسون في فلسطين، أي المقنينو. سنتحدث اليوم عن غيار الريش عند الحسون أو مرحلة القلش أو مرحلة الراحة. مرحلة الغيار. مرحلة الغيار من المحطات المهمة التي يمر منها طائر الحسون، فيتجدد فيه ريشه بشكل جذري لمدة تصل إلى 40 يوما أو 45 يوم. تبدأ مرحلة تبديل الريش مباشرة بعد موسم التزاوج، أي في الشهر الثامن والتاسع من السنة، وذلك مع تقلص ساعات الإضاءة وتغيير الجو نحو البرودة، وهي مهمة للحفاظ على صحته ولمعان ريشه. كما ذكرنا سلفا، في مرحلة الغيار لدى طائر الحسون هي مرحلة مهمة لبقائه بصحة جيدة وتكيفه مع الحياة في القفص، بل وحتى تجهيزه إلى موسم الإنتاج السنة المقبلة. ولهذا وجب توفير عناية خاصة، لكن ليس بشكل مفرط، مما قد يؤدي على طائرك، فالكثير من مربي الحسون ينتابهم القلق عند دخول طيورهم إلى مرحلة القلش، أي مرحلة غيار الريش، بل ويبدأون في تجربة كل ما يسمعونه من أدوية وعلاجات وغير ذلك من أشياء قد تؤدي طائرك إلى الهلاك. وذلك بسبب الخوف على هاته الأخيرة، قد يتسببون في إيذائه. لذلك عزيزي السامع، وجب علي تذكيرك بأن طائر المقنين الحسون في الطبيعة تمر بمرحلة الغيار بشكل سلس دون مرضهم بالصلع أو بقاء الطائر في غيار جزئي، وهذا راجع إلى توفير عدة عوامل. إذا ركزت معي وطبقتها إن شاء الله ستمر طيورك بصحة جيدة وبمرحلة راحة الريش، راحة الغيار. أهم ما يجب عليك أن تتجنبه، سنتحدث عن الجوانب. يجب عليك تجنب ترك الإضاءة في الليل، مما يتسبب في عدم انتظام ساعات النوم عنه. مع العكس، توفير الجو الملائم والإضاءة المناسبة، أي اجعل طائرك ينام فترة الليل بشكل كامل. 2، نقله من مكان إلى آخر. تجنب نقله من مكان لآخر الذي يغير عنه الجو، مما يزيد الأمر سوءا. وضعه في مكان نشيط وبه درجة الحرارة متغيرة مثل المطبخ تجنبها. تجنب حمله وإخراجه من القفص. إذا اجتنبت هذه الأمور فقد قطعت نصف الطريق لمر طائرك بغيار الموسم بسليم. ما الذي يجب أن توفره لطائرك في مرحلة الغيار؟ المعادلة بسيطة جدا، هناك عدة عوامل. إذا توفرت لدى حسون سيمر لدى المقنين سيمر بمرحلة الغيار بالشكل السليم إن شاء الله. أولا، التشميس. يوفر للطائر العديد من الفوائد، أهمها الفيتامينات، أي أن التشميس تعطي طائرك فيتامينات. قم بتشميس حسونك يوميا مدة لا تقل عن ربع ساعة، أي 15 دقيقة. 15 دقيقة في اليوم، وأنا أنصحكم ألا تزيد عن ساعتين أو ساعة حتى. 2، النظافة، وهي عامل مهم جدا 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 جدا. النظافة عامل جدا جدا جدا، تقوم بحماية طائرك من الأمراض وتعرضه للجوانب السلبية. قم بنظافة القفص بالشكل يومي، اغسل المشربية كل يوم كي لا تتركم الطحالب في مشربية الحسون.
وإذا كنت تضع طائرك في قفص صغير فاحرص على ألا يتلوث غذاؤه بالبراز. 2 ثلاثة عفوا ثلاثة الاستحمام. الاستحمام عامل مهم جدا لدى طائر الحسون. احرص على أن يستحم حسونك في الأسبوع مرة واحدة أو أكثر، أي لا مدة أي مر... أي لا تقل عن مرة واحدة. مرة واحدة أسبوعيا سيسهل على حسونك تبديل الريش وتجديده مع لمعان ريشة. الاستحمام، هناك من يعانون طيورهم من عدم الاستحمام لوحدها، فيقومون بالاستحمام بالرش وهكذا، وهذه عامل لا أنصح به رش الحسون. سأضع حلقة للاستحمام، كيف تجعل طائرك يستحم بالشكل بأسهل طريقة في مدة لا تزيد عن يومين. الغذاء، التغذية هي أهم عامل للحصول على حسون بمظهر متناسق، ومن أهم البذور التي يجب عليك توفرها، وأهمها بذور الشوك بأنواعها: صنوبر، دوار الشمس، اللوز، وخلطة البذور الاعتيادية 3 مرات أسبوعيا. الخس، وهو من أهمها كما هو متعارف، فطائر الحسون يتغذى على العديد من أنواع النباتات. النباتات التي يتغذى عليها طائر الحسون في الطبيعة، لا ننسى البروتين الأساسي والذي يكمن في البيض والديدان وخاصة القبابي. بعض الأمور التي أجربها مع طيوري في مرحلة تغيير الريش. كي تمر جميع الطيور في مرحلة تغيير الريش في نفس الوقت، أضعها مع بعضها البعض في نفس الغرفة بحيث يرى كل واحد الآخر، ويتم إعطائهم نفس الغذاء وتشميسهم في نفس الوقت، بل وحتى استحمامهم في نفس الوقت. والحمد لله جميع الطيور تبدأ في الغيار مع فارق زمني بسيط دون تأخر أحدهما. كيف أعرف أن الطائر يمر بمرحلة غيار الريش؟ 1 وجود ريش متساقط أسفل القفص. 2 عدم تناسق ريش الحسون. 3 ظهور بعض بياض على طائر الحسون، على رأس طائر الحسون. ظهور التحناية عند الصغار. قلة التغريد لكون الطائر يوفر طاقته. سنمر إن شاء الله سنتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن كيفية الاستحمام لدى طائر الحسون بمراحل بسيطة وأيام قليلة. سيكون حسونك إن شاء الله من الطيور التي تستحم لوحدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.